بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، صلى الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو وموعدكم الاسبوع الخاص بتطبيقات الاندرويد. ادعمنا فقط بالضغط على اللايك. هذا الدرس وضعته سريع لاني مسافر وفقط دائما التزم يعني الموعد بعد اسبوعين، بالتالي وضعت يعني الفيديو الخاص بتطبيقات الاندرويد احبابي في الله. طيب يعني التطبيق الاول سوف يفيدكم كثيرا وكثيرا بعد فتحه يعني وتفعيله من الاعلى هنا كما سوف تشاهدون. عندما تكون موجود يعني في تطبيق اخر كما سوف تشاهد، مثلا دخلت الى جوجل درايف يعني او فيسبوك او اي تطبيق اخر، لاحظ معي فقط بسحبات الشاشه بهذا الشكل يمكن لك الدخول الى تطبيق اخر، والرجوع الى الوراء يمكن لك الدخول الى التطبيق الاول. كيف ذلك؟ فقط بعد سحب يعني الشريط يمكن لك الضغط على اي قسم هنا كما سوف تشاهد لاضافه التطبيقات التي تريد فتحها دائما بهذه الطريقه، مثلا اي تطبيق مثبت على هاتفك. تلف هو تطبيق جيد يعني عندما تتواجد في اي تطبيق، ففقط عوض الخروج منه هو البحث عن تطبيق اخر، اسحب الشاشه بالطريقه التي شاهدناها وسوف تستطيع الدخول الى تطبيق اخر، يعني حركه سحريه جميله. طيب التطبيق الموالي احباب في الله هو التطبيق اذا كنت تريد مفاجاه اصدقائك، فلاحظ معي عندما سوف تفتحه وتضغط على هنا يمكن لك كتابه اي اسم صديقك او اي شيء، مثلا igli5.com او igli5، ثم تضيفه علامه الزائد فتضيف يعني الاسماء التي سوف تظهر يعني في الشكل الذي سوف تقوم به شيء. فاضفت مثلا من قبل مروكو اشكال جميعا، لاحظ معي بانه سوف يظهر يعني بطبيعه الحال يعني في الشكل الذي قمنا باضافته. لاحظوا معي بانه هناك اجلي 5 هنا، يمكن لك تغيير اللون الذي سوف يظهر عليه كما سوف تشاهدون. لاحظوا معي بانه تم تغيير اللون، ايضا يعني الحجم، الخط الى غير ذلك. مثلا اختار هذا الخط الذي هو انا شخصيا اخترته. طيب اختار مثلا هذا الخط يعني بهذا الشكل يعني يكون كبير كما سوف تشاهدون. ايضا يعني الشكل، فهناك اشكال مثلا على شكل قلب، مثلا تصور معي ان تضع يعني قل لشخص ابحث عن اسمك فموجود في القلب، يعني تقوم بوضعه هناك كما سوف تشاهد. ثم بعد ذلك يمكن لك مشاركته، هناك اشكال كثيره جدا صراحه، وضع اسماء مجموعة من الأسماء في هذه الأشكال. ثم بعد ذلك يمكن لك مشاركته مع أصدقائك، تحميل يعني ومشاركته مع أصدقائك. التطبيق الموالي تطبيق رهيب جدا، فلاحظوا معي هناك مجموعة من الفيديوهات اللي مقاطع يعني مشهورة والناس وضعوا فيها يعني أنفسهم. مثلا لاحظوا معي هذا الفيديو عليه مقطع موسيقي، ويعني هذه الطفلة يعني وضعت نفسها، بإمكانك أيضا أن تضع نفسك، فقد صور نفسك في حركة ترقص أو إلى غير ذلك، ووضع يعني نفسك مثلا فيديو دونالد ترامب يعني. فإذا فتحت هذا الفيديو سوف يعطيك مباشرة شاونا، لاحظوا معي بأنه سوف يعطيك إذا كنت تريد تصوير نفسك أو يعني مباشرة سحب يعني رقص وضعته الى غير ذلك، وسوف يتم اضافته الى هذه الفيديوهات ومشاركتها مع اصدقائكم. هذا يعني فكره هذا الفيديو. التطبيق الموالي التطبيق سوف يبهركم بحيث انه عندما سوف تفتحونه وتريدون التعرف على اي شيء ففقط وجه كاميرا هاتفك اليه ثم اضغط بهذا الشكل وسوف يقول لك يعني جميع الاشياء التي هي موجوده في الصورة، يعني تطبيق خرافي يحول كما سوف تشاهدون، فتقول لك يعني جوجل إلى غير ذلك، تقول كل ما رأته يعني في الصورة التي التقطتها، يعني تقول لك يعني ذلك الأمر أحبابي في الله. تلفون تطبيق خرافي صراحة، يسمح لك بالتعرف على الأشياء بمجرد توجيه كاميرا هاتفك إليها. التطبيق الموالي تطبيق يضيف يعني أشكال رهيبة جدا لفيديوهاتك. طيب عندما سوف تفتحه سوف اعطيكم ما يضيفه يعني الى فيديوهاتكم، فلاحظوا معي عندما سوف تفتحونه يعني سوف تجد مثلا، طيب سوف تجدون مثلا مثل هذه الحركه السحريه يعني الوميض، مثلا هؤلاء الناس يعني وضعوا يعني فيديوهاتهم واضافوا الى هذه التاثيرات، مثلا التاثير هذا مجموعة صراحة سوف يعجبكم هذا التطبيق، ويمكن للناس أن يعني لاحظوا معي مثلا هذه الأشكال إلى غير ذلك، يمكن للناس أن يتابعونكم إلى غير ذلك يعني كما سوف تشاهدون. فبالضغط على هنا يمكن لك سحب فيديو أو تصويره
مثلا سوف اسحب فيديو معين، مثلا انا لم احضر حتى فيديوهات عليه، سوف اقوم بوضعه هنا، وهنا سوف تجد يعني هذه الفلترات وهذه الاشكال يعني السحريه بهذا المفهوم التي يمكن لك اضافتها الى فيديوهاتك التي سوف تشاهدونها قبل قليل. على ذلك يمكن لك تحميل الفيديو وانشاء يعني ايضا حسابك يعني هذه الفلترات كما سوف تشاهدون. الى غير ذلك يمكن لك إضافة إليها يعني أشكال مختلفة لفيديوهاتك. صراحة تطبيق مميز سوف يبهركم. التطبيق الثاني، هذا التطبيق إذا كنت تريد يعني أن تسمح أن لا تسمح لأي شخص أن يشاهد ما تقوم به يعني في هاتفك، ما تكتبه، يعني إذا كان شخص بجانبك مثلا وفتحت يعني الواتساب، لنفرض فتحت الواتساب، دخلت إلى حوحو مثلا، لنفرض مثلا دخلت الى الواتساب، فقط بالضغط على هنا استطيع يعني ان امنع اي شخص من ان يشاهد ما اكتبه اذا كان بجانبي، ما ارسله. لاحظوا معي بانه يمكن لارسال الكتابة، وعندما اريد انا شخصيا ان اشاهد ما ارسلته فقط اسحب بهذا الشكل. فهذا مفيد عندما تكون بجانبك اصدقاء، يمكن لك تغطية اي جزء من الشاشة حتى لا يشاهد اي شيء اي شخص مثلا ما تقوم به كتابته. التطبيق الموالي احبابي في الله تطبيق اذا كنت تريد دائما الاطلاع على اخر الاخبار في اي مجال تريده، فبالضغط على هنا يمكن لك اختيار المجال الذي تريد، الرياضي، الصحي، الاخبار الى غير ذلك، حتى اختيار دولتك، يعني فهناك جميع الدول هناك ما سوف تشاهدون جميع الدول، بالتالي فسوف فقط يعني تختار اي قسم كما سوف تشاهدون. وعندما اختيار اي قسم دائما في اخر الاخبار او العاجل الى غير ذلك سوف تظهر لك يعني الاخبار هنا، يعني في جميع المواقع التي قمت باختيارها. فعندما سوف تختار اي قسم سوف تختار المواقع ويمكن لك قراءة اخر الاخبار. تطبيق جميل، يعني نسبة تحميلات كبيرة جدا في بلاي ستور. هذا التطبيق الموالي احبابي في الله يسمح لكم بانشاء يعني عد تنازلي لمناسبة معينة. مثلا نحن الحين بصدد استقبال شهر رمضان، فسوف اقوم بكتابة رمضان هنا، شهر رمضان، ثم اضغط على السيت تايم، يعني مثلا حدد الوقت معين الذي سوف يكون فيه رمضان، مثلا في شهر ماي الى غير ذلك، لنفرض مثلا 28 في شهر ماي او 26 في شهر ماي، اضغط على اوكي. يمكن لك ايضا اختيار خلفية كما سوف تشاهدون، سوف اختار خلفية ما من الهاتف او من يعني التطبيق، الخلفيات الموجودة في التطبيق، سوف اضغط على الداون كما سوف تشاهدون. يمكن لك اضافة تنبيه الى غير ذلك. بعد ذلك فقط اضغط على ستارت كما سوف تشاهد، ولاحظ معي رمضان والعد تنازلي، بقي 83 يوما، 22 ساعة، 9، فقط يعني انا وضعت لكم يعني نموذج بسيط والعد التنازلي للمناسبة التي سوف تقوم بوضعها. طيب التطبيق الموالي اخواني الكرام هو تطبيق جميل جدا كما سوف تشاهدون، فهو يسمح لك بتنظيم يعني مثلا مصروفاتك الشهرية، اذا كنت يعني لمعرفة يعني ما صرفته يعني شهريا الى غير ذلك. بالتالي فكل ما عليكم فعله هو الضغط على هنا، مثلا انا شخصيا او يعني كما سوف تشاهدون يمكن لك اضافة يعني مثلا صرفت شيء معين، فسوف احدد مثلا 55، اضغط على اوكي، هنا سوف تحدد هل صرفته او يعني ربحته، حتى تعمل ميزانية يعني لما صرفته وما جمعته يعني شهريا. فهذه فكرة هذا التطبيق، ده سوف يفيدكم. يمكن لك اختيار يعني ما صرفته او ما يعني اخذته يعني من مجموعة من مثلا كنموذج، يعني اعطيكم نموذج مثلا اشتريت مثلا جهاز معين او دفعت ثمن معين في جهاز معين، ستحدد مثلا جيم، اشتريت لعبة، اضغط على اوكي، لاحظ معي يتم اضافته، هو سوف يحدد لك يعني ما خسرته او ما يعني ربحته يعني شهريا. التطبيق الموالي يعني سوف اشرحه هنا لانه الهاتف الاخر فيه يعني الناس تتصل الى غير ذلك. التطبيق الموالي اخواني الكرام يسمح لك باضافة شيء مهم جدا، فعوض ان تستعمل رفع الصوت وخفض الصوت يعني الخاص بازرار هاتفك، يمكن لك هنا تحديد يعني جهة معينة، عندما تسحب فقط يعني يديك سوف يتم رفع الصوت او خفض الصوت، يعني هنا كما سوف تشاهدون. حدد الزاوية من هنا ولاحظوا معي، ثم فعل هذا الخيار ولاحظوا معي، مثلا انا شخصيا حددت هنا، لاحظوا معي الفوليوم يعني هنا يرتفع كما سوف تشاهدون، هنا يرتفع،
فبالرفع بهذا الشكل يمكن لك خفض الصوت ورفع الصوت فقط من هنا أو من هنا إذا أضفتها يعني أو إذا اخترتها من يعني مثلا الزاوية يعني اليسرية. تنم تطبيق جميع عوض أن تسحب أو يعني تقوم بالضغط على يعني خفض الصوت ورفع الصوت أحباب في الله. طيب التطبيق الموالي تطبيق مميز للغاية، فعندما سوف تفتحه سوف تقوم بإضافة رقم معين دائما تريد أن تتصل به بحركة سحرية جميلة جدا. طيب فسوف أقوم بإضافة مثلا رقمي أنا شخصيا كما سوف تشاهدون، ثم أضع حركة يعني هنا رسمة مثلا دائرة، سوف أضغط خلاص على الدو. ولاحظ معي عندما أريد أن أتصل برقمي ففقط أضغط على هذه الأيقونة ثم أقوم بإنشاء يعني دويرة سوف يتم يعني الاتصال مباشرة. فلدي يعني في هذا الهاتف ليس هناك يعني كارت يعني، بالتالي فظهر لي يعني ما يعني بأنه ليس هناك يعني كارت، بالتالي فقط اضغط على دويرة يعني وسوف يتصل. يعني شخصيا في هذا الهاتف ليس هناك اي كارت سيم. التطبيق الموالي والاخير في هذا الفيديو احبابي في التطبيق، اذا كنت تريد ارسال رسالة او يعني صورة معينة وتختفي مباشرة بعد قراءتها من شخص يعني على واتساب الى غير ذلك حتى تضمن يعني لا يحفظها الى غير ذلك علي بشكل من الاشكال، فقط اضغط على هنا يعني ثم حدد الوقت المعين الذي سوف تختفي هذه الرسالة أو الصورة، ثم بعد ذلك اضغط على هنا وحدد الشخص الذي تريد يعني أن ترسل له هذه الصورة أو يعني الرسالة التي سوف بعد طبعا حال الكتابة بعد تحديد الوقت واختيار شخص معين سوف تصور نفسك أو تسحب صورة معينة من هاتفك. فأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، لا تنسوا بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وزيارتنا على موقعنا دول الفيديو البونتيك على 5.com والذي صفحتنا على فيسبوك facebook.com/1984. أيضا لا تنسوا الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.